كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان على شاشه قناه النادي الاهلي وتغطيه خاصه لمباراه النادي الاهلي والترجي التونسي. يمكن بيسعدنا جمهور النادي الاهلي ينضم لنا على شاشه الاهلي متواجدين كالعاده خلف النادي الاهلي. اكيد في ذكريات كبيره جدا وحضروا اكثر من بطوله، هنروح نعرف اكيد الامور بالنسبه لهم بالنسبه للبطوله دي ازاي. الاول مش هاخد توقعاتك، لا هاخد تمنياتك اكيد لهذه المباراه. كلنا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، كيف ترى المباراه بشكل عام وحابب تقولي لكل فريق النادي الاهلي قبل المباراه الصعبه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد طبعا ماتش صعب جدا، واحنا وصلنا امبارح الحمد لله التأمين على اعلى مستوى، ودي مش اول مره نيجي ورا الاهلي، حتى كوارتر فاينل اللي فات جينا حضرنا وكسبنا الحمد لله هنا 2-1، وباذن الله هيكون نفس السكور 2-1 باذن الله، واهم حاجه الماتش يعدي على خير باذن الله. غيابات واصابات وازار وفتحي، الامور دي شايفها ازاي الاهلي بمن حضر؟ دي يمكن على طول بنقولها ان شاء الله الاهلي بمن حضر، ودي مش اول مره. احنا تقريبا ما لعبناش ولا فاينل كاملين، هم عملوا اللي هم عايزينه، وقفوا ازاروا، و ان شاء الله بعد الماتش يكون ليها رد على الموضوع ده باذن الله. قول لي بتشوف المباراه ازاي، تمنياتك اكيد للنادي الاهلي بالتوفيق. حابب تقولي في البدايه عن المواجهه وصول النادي الاهلي للمباراه النهائيه؟ النادي الاهلي دايما يبقى مكانه المباراه النهائيه، بالنسبه لنا تبقى مفاجاه لما نيجي نلعب المباراه النهائيه. الاهلي ده مكانه وده الوضع الطبيعي بتاعه، والوضع الطبيعي انت بتلعب نهائي وتكسب كمان ان شاء الله. موضوع الاصابات، موضوع الغيابات، مفيش حاجه اسمها كده، في تيشيرت الاهلي موجود، اي حد موجود يسد. انت جاي من مكان بعيد وكلكم جايين من جميع انحاء الدول العربيه، بلاد كتير جايين، بس احنا متعودين نيجي دايما. السنه اللي فاتت كنا موجودين الترجي، كنا موجودين النجم، السنه دي نفس الكلام ان شاء الله. الاهلي احنا وراه في اي مكان عشان احنا واثقين فيه، الاهلي طول عمره بيشرفنا وان شاء الله النهارده يفرحنا. لو باخد منك كلمات الاول لعيبه النادي الاهلي قبل ساعات من هذه المباراه، عندنا ثقه كبيره فيهم باذن الله نرجع بالبطوله. لو باخد منك كلمات في البدايه ممكن نقول ايه؟ والله انا واثق في لعيبه النادي الاهلي، هم عمرهم ما خذلونا، دايما بيكونوا موجودين في الميعاد، ابطال متحملين مسؤوليه ان شاء الله تعالى ربنا يكرمنا. طبعا انا جاي من الامارات، رابطه جمهور النادي الاهلي في الامارات بنساند وبندعم النادي، بنتمنى ان شاء الله بامر الله تعالى الفوز بالبطوله لان بتمثل لنا حاجه كبيره قوي. الاهلي في الامارات بصفه خاصه ان شاء الله نستضيف الفريق في ابو ظبي في كاس العالم للانديه، ونحتفل بيهم زي ما احنا دايما بنحتفل بيهم في مباراة السوبر المصري او مباراة السوبر الاماراتي قريب ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله من كل قلبي ان احنا نحقق البطولة دي لانها غالية جدا على كل الاهلاوية بامر. مين يتألق النهارده ويحرز هدف؟ عايز اقول لك ان انا منتظر التألق من الفريق بالكامل احتياطي واساسي، يعني مش هقدر اقول حد بعينه لان انا شايف الرجالة من امبارح ما شاء الله في تركيز عالي جدا، كل اللي موجود مجلس إدارة ولعيبة وكلهم ما شاء الله مجهود محترم جدا إن شاء الله، ده كله يكلل بالجهود. كفاية جماهير النادي الأهلي اللي جاية من كل مكان موجودة في كل مكان إن شاء الله بالتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ونعمل ماتش يليق بالنادي الأهلي بطل القرن، يليق ببطل مصر، يليق ببطل أفريقيا، ونهني بعدين إن شاء الله النهاردة بعد المباراة وخير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يمكن كمان بنروح لواحد مشجع النادي الاهلي، ياخد منك سريع عن كلمات لفريق النادي الاهلي، تتمنى ايه وحابب تقول على المباراه؟ ان شاء الله نتمنى الفوز للاهلي النهارده في تونس باذن الله، ونصعد ناخد نهائي البطوله، ووليد سليمان هيجيب جون ان شاء الله، ونروح كاس العالم للانديه باذن الله. واحده جاي منين؟ انا جاي من مصر ان شاء الله. قول لي جاي منين الاول من المنصوره. قول لي ورا النادي الاهلي حضرت اكتر من بطوله؟ رحت لكاس العالم للانديه في المغرب، ورحت جيت هنا تونس 2-1 يوم ما فزنا بوليد سليمان وجده، وباذن الله احنا متعودين رد زي ما لعبنا الثاني باذن الله، يعني هم اللي عندنا ضيوف مش احنا عندهم ضيوف. قول لي تقول لكل اللعيبه؟ لا باذن الله هم يعني ما صرفش فيهم خير، وباذن الله الانتصار بتاعنا، وتسعى باذن الله، تسعى يا اهلي باذن الله. مستمرين معاكم كل مشاهدينا، جمهور النادي الاهلي على قلب رجل واحد زي ما لعيبه النادي الاهلي على قلب رجل واحد. انا عارف ان الراجل ده جاي من الكويت. لا انت اللي جاي من الكويت. انا جاي من الكويت. لسه جاي حالا؟ لا جيت امبارح. قول لي يمكن ورا النادي الاهلي بتشوف اكيد الاداء ازاي، وبتشوف البطوله، ويمكن من نقطه كانت ظروف صعبه جدا احنا نوصل للمباراه النهائيه، بتشوف الامر ده ازاي؟ والله انا حضرت مباراه الذهاب وشايف ان شاء الله يعني فرصتنا كبيره بامر الله النهارده، يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله، بس يعني اهم حاجه نقفل كويس يعني عشان نطلع بنتيجه كويسه وبامر الله نفوز بالبطوله النهارده ان شاء الله. كلمه لعيبه النادي الاهلي. انتوا رجاله واحنا معاكم، وربنا معانا قبل كل شيء، وربنا ينصرنا ان شاء الله. تحب تقول لكل اللعيبه، انت موجود في الفندق مع اللعيبه بتشوف التركيز الكبير في المعسكر، حابب تقول للعيبه النادي الاهلي قبل المواجهه الكبيره دي؟ هم اكيد متعودين على الاجواء دي، وهي اجواء شديده شويه المره دي، بس ان شاء الله خير. بس انا عايز اقول كلمه واحده بس، الاعلام يهدى هنا والاعلام يهدى هنا. انا بايت عند واحد صاحبي بيشجع الترجي، مشجع صعب صعب صعب، مفضي لي بيته، ماكلنا مشربنا شايلنا فوق راسه، فالناس تهدى.
مفيش مشاكل بين الاثنين بس مش اكتر. بالظبط كمان، لان احنا يمكن على المستوى الجماهير وعلى مستوى الشعوب علاقه حلوه، بس هي في شويه حاجات من الاعلام عندهم بعد الماتش، شويه حاجات من الاعلام عندنا بعد ما هم رد فعل للكلام اللي هم قالوه، فالدنيا بس ايه شديده شويه. بس انا بقول لك احنا قاعدين عند ناس شايليننا فوق دماغهم ان شاء الله، لنا البيت ومعادلنا مكانهم، يعني في اكتر من كده مفيش اكتر من كده. الله نكسب بيت ان شاء الله 2-2 ان شاء الله. مستمرين معاكم كمان، بينضم لنا عدد من جمهور النادي الاهلي، قول ان شاء الله الفرحه دي نفرحها بعد المباراه باذن الله، نعود كلنا منتصرين ومعانا الكاس. حابب تقول ايه للعيبه وبتشوف المباراه ازاي؟ ان شاء الله الجماهير كلها متفائله، ويا ريت الانطباع ده يوصل للعيبه، واحنا جايين عشان نكسب مش جايين عشان نتعادل ولا ندافع، احنا جايين نكسب، فان شاء الله الانطباع ده يوصل لهم واحنا وراكم وربنا معاكم ان شاء الله. اتوقع النتيجه كام؟ ان شاء الله 2-1. طبعا كل بول مروان محسن مش هيلعب، بس انا ما هيلعب وهيجيب جون ان شاء الله، وليد سليمان مروان محسن ان شاء الله. قول لي الاول في البدايه، تقول لي لكل اللعيبه وبتشوف المواجهه الكبيره للنادي الاهلي ازاي؟ بقول للعيبه انتوا رجاله وفي اي مكان رجاله، وما تتقوش هترجعوا بالكاس ان شاء الله، ان شاء الله هنكسب وهنكسب 2-1 ان شاء الله. قول لي للجماهير اللي في مصر واللي جايه مسانده هنا، لان دعم الجمهور ده نمره واحد خلف النادي الاهلي في كل مكان. احنا مكانكم هنا، كل جماهير الجماهير اللي موجوده هنا الواحد ب1000 واحد، فما تقلقوش اللي ما جاش احنا مكانكم هنا. فاحنا ان شاء الله نكون كسبانين وهنرجع بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. قول لي حابب بتقول ايه، والاول ان شاء الله نكون منصورين النهارده ونرجع باذن الله بالكاس. قول لي بتشوف الاجواء ازاي هنا في الفندق، وبتشوف التركيز الكبير مع اللعيبه ازاي؟ الاجواء في الفندق طبعا الحمد لله كويسه جدا، غير كده ان في تركيز كامل جدا، انا خدت كذا صوره مع الاداريين ما شاء الله. غير كده بره، حتى بره لا الصراحه بره الناس بتشجعنا، الناس معانا في تونس، في اجواء مشحونه بس للماتش، لكن ما فيش اي حاجه خارجه الصراحه يعني دي لفتت نظري بقالي يومين هنا يعني. اللي تقولي لكل لعيبه النادي الاهلي. ربنا يوفقكم ان شاء الله، التركيز اهم حاجه، ابعدوا عن يعني سدوا دنكم عن اي حاجه تشوفوها في الملعب، وركزوا ان شاء الله عشان انتوا الحمد لله انتوا عندكم ليد، انتوا عندكم يعني ليد بجونين، فان شاء الله خير ان شاء الله باذن الله. تسلم يا طروز. لسه قول لي بتشوف المواجهه ازاي، انت حضرت امبارح التدريب ويمكن موجود مع الفرقه بشكل يمكن دائم، قول لي بتشوف المواجهه دي ازاي؟ طيب هي المواجهه يعني هي مواجهه تاريخيه، النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي كبير افريقيا، النادي الاهلي لازم يبقى النادي الاهلي لعبه النادي الاهلي لازم تبقى مركزه، احنا الحقيقه في حياه الامر واثقين في اللعيبه، عندنا 22 راجل جايين مع النادي مش فارقه وليد ازارو هيلعب، عندنا مروان محسن وعندنا صلاح محسن، بينه وبين جمهور الاهلي اللعيبه لازم تنزل مركزه، احنا عارفين استاد رادس كويس، احنا كسبنا في رادس اكتر ما بنكسب في القاهره، جمهور الاهلي ما تعودش من النادي ان احنا نستنى كل السنين دي ما نروحش بطوله العالم للانديه، النهارده لازم اللعيبه تفرح الجمهور اللي جاي وراه من كل حته، لازم تفرحنا كمان كجاليه مصريه عايشين في تونس، نرفع راسنا اكتر حاجه بنفتخر بيها ان احنا مصريين وان احنا مشجعين النادي الاهلي، وبرده في نفس الوقت مش ناسيين لجمهور الترجي كل اللي عمله، ومش ناسيين العلاقات التاريخيه بين مصر وتونس اللي لن تتاثر، واذا كان في اخطاء حصلت في القاهره فالاخطاء يعني غير مش مسؤول عنها النادي الاهلي، الحكم كان جزائري بيحكم في البطوله، احنا يعني واثقين في لعبتنا جدا ان شاء الله، دفاعنا وهجومنا احمد فتحي مش هيلعب، عندنا محمد هاني باك المنتخب، لعيبه الاهلي هي قوام المنتخب الاساسي ان شاء الله نكسب.